مساء الخير، جمعة مباركة. ما زلنا في أيام الكورونا، وأصبح الاستمرار بالحديث من المنزل مهم جدا. استكمالا اللي بلشنا فيه، بدأنا قبل فترة بالحديث عن الرسومات المعمارية، عن الإظهار المعماري، عن رسم الحر، وأعطينا محاضرات في منها باللانسكيب أركتكتشر، هندسة المواقع، منها بالتعامل مع الواجهات، التعامل مع الحدائق العامة، وأيضا التصميم الحضري لمتجاورة سكنية. استكمالا اليوم حاب أورجيكم جزء غير اللي موجود في دفاتر الرسومات الدائري السبعي اللي عندي في خلال شهر ونيف. خلفي جمعت كل اللي رسمته من بعض المحاضرات، إنه من التكوين. التعامل، محاضرة عن المربعات والمستطيل، تحجيمها، كيف إظهارها معماري، كيف هذه التكوينات المستطيلية تحول إلى تحجيم آيزومتريك والتعامل والإظهار. هذه كانت محاضرة عن الديزاين بروسيس. كمان في ديزاين بروسيس تبعه عن التعامل مع الواجهات والرسم بالألوان، وهذه كلياتها من مخزون الذاكرة بالعمل. وأيضا تحدثنا في آخر محاضرة عن التعامل مع متجاورة سكنية من سكتش الأولي إلى نهايته، بالإضافة إلى المقطع اللي إحنا أمامنا بنشوفه، اللي هو عبارة عن سكشنال إليفيشن بنسميه. وبعد مرات بنعمل في السكشنال إليفيشن شوية إكزاجوريشن. لاحظوا، نوعنا من الووتر كولرز للووتر ووش إلى التعامل مع بريزما كولرز أو الباستيل كولرز. وفي الطرف الآخر في محاضرات كانت ارتبطت مع الحديث عن الألوان المائية. لوننا طيور، لوننا نباتات مزهرة من الآيرس، السوسنة الأردنية بترانا آيرس، وتعاملنا مع البانسي وكيف ترسمهم بألوان خفيفة. أيضا تعاملنا مع رسم الكنائس، مادبة والكرك والكرك، وأيضا مادبة ومساجد وكنائس. أيضا حاولنا كل جهدنا في العمل نشوف كيف، زي ما بتلاحظوا المكعبات الخلفية للعمارة في عمان، واللون اللي بصبوا عليها اللون الحجر. الآن بدي أحاول أنا أنقل نفس الصورة، وبدي أعملها كلها تقريبا مونوكروماتيك، يعني لون واحد فقط لا غير. بيسموه ووتر ووش. ووتر ووش كل الآن عنا بنتظر أيضا التصريح الصحفي للكورونا، ونأمل إنه اليوم بالأردن يكون عنا حالة صفر. أعتقد جهود مباركة لكافة الأجهزة العاملة في الميدان والدوائر الرسمية اللي بتتعامل مع هذه الأزمة. أعتقد إنه إحنا مرينا بظروف أصعب من هيك ما رايح نواجه، لأنه هذه رايحة تخلينا كيف ندير الأزمات ونحن في هذا الوطن، في المملكة الأردنية الهاشمية. بقوموا بعمل جبار في إدارة الأزمة. أي أنا هون حاولت أعطي هذا الجانب، غمكته باللون، والآن بجي لهذا الطرف أيضا. الجلوس في المنزل أعطانا فكرة كيف نتعامل مع التدريس عن بعد. في ناس كثير بتعامل بسلبية في هذه الأوضاع، ما في، لازم أنت كل ما قدرت تكثف الإيجابيات في العمل، قلل من السلبيات، لازم نقلل من الشكوى ما استطعنا، إلا في الأمور اللي الله يعين الناس الآن كيف تستطيع الحصول على دخل حتى تؤمن متطلبات المعيشة اليومية لديها.
هذا الهاجس اللي بيكون عند الناس. لكن أعتقد أنهم بيفتحوا المجالات كل في الأسبوع 3 أيام حجر، ويومين يعني الخميس جمعة سبت، آسف جمعة سبت، لكن الأحد بعيدوا فتحها. الحمد لله فتحت عندنا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والعقبة لها في قلبي هي والبترة، لأنه خدمت فيها وكانت الخدمة فيها متعبة. البوابات ولاحظوا ما بلون كل الباب، بلون الجزء العلوي منه وبرجع بخفف منه قد ما بقدر. كمان مونوكروماتيك كالر، يعني اللون رونق وهدوء وروحانية الأماكن اللي بتكون أماكن عبادة. لازم الإنسان يحاول كل جهده. الآن بدي أجي للمنطقة الأخرى اللي هي الساحة، ولاحظوا الساحة بوشح توشيحات إحنا بنسميها، بالبعيدة بتكون شوية غامقة، وأيضا في ظلال للناس وما بغمق الظلال. هيك أنا أعتقد في 15 دقيقة بستطيع أني أخذ هلا. الإشي الوحيد اللي بقدر أسوي برجع بالألوان هذه، بحط الناس وبحاول كل جهدي أحطهم بألوان مزهية، لكن أيضا الشيد تبعها بده يكون فاتح، يعني ما بغمقها حتى يكون تدرج الألوان ودرجة اللون آسف نفسها. كل ما ابتعدت لازم الناس يكونوا اللون أغمق، وبحاول أحط لونين accent colors، ما بضيف كتير، لكن هذه الألوان أيضا بتكون مفرحة وبتظهر السكيل، يعني بتظهر ما نسميه إحنا حجم مقياس الرسم اللي موجود عندنا. في عندنا سيارة احنا هون لونها ابيض، لكن مشان نعطي لها رونقها بنحاول نعطيها لون اصفر حتى تبين كايجينج، كتحديد لإلها
وبدي الآن في عندي الفتحات اللي في المأذنة، وفي عندي المأذنة نفسها. هلا بدي أعمل الباك راوند، خلفية الرسمة. خلفية الرسمة بمشي في تدرج كبير، أولا بتدرج. هاي أنا بعمل اللون نفسه، لكن كل ما ذهبت يمين أو شمال بحاول أخفف اللون إلى درجة إنه فقط تصبح خلفية رسمتي في بعض الأحيان، خصوصا في الطرف البعيد عني اللي هو هذا الطرف، بجي بالمنطقة هاي أيضا بحاول هذا يكون غامق نوعا ما، وكل ما طلع لفوق يكون أخف، وروح يمين وشمال زي ما انتو شايفين. هاي غمقته هون، حدد المئذنة إلي بطريقة كويسة وأظهرها، خفف باللون، وهذا الآن أصبح عندي بهذه الطريقة. أنا تمكنت من رسم سريع. بدي أعمل الآن الأزرق كمان، بدي أعمله فاتح جدا، يعني ما رايح أتعامل مع اللون الأزرق إلا بشفافية وهدوء. الآن أصبح عندي رسمة أستطيع أني أقول أتممتها بسرعة. ولاحظوا الهدوء بالألوان، الهدوء بالألوان بكون سيد الموقف، والتعامل مع حرفيته أنك أنت دائما كون ما تزيد الألوان، ما تغمق الألوان، لأنه الووتر كولر It's not an oil painting. It is not an oil painting. هي عبارة عن ألوان مائية، لازم يكون فيها شفافيتها وترانسبيرنسي عالية فيها. وإحنا بنحاول هون بنكون هيك أعطينا رسمتنا وأنهينا الرسمة بطريقة كويسة. نشفنا الورقة، أنهيناها. هذه رسمتها قبل تقريبا 4 أيام برصاص، والآن لونتها. الإظهار المعماري زي ما حكيت، في معماريين متميزين بالعمل المعماري ومتميزين بالإظهار. راسم بدران بيستعمل مونوكروماتيك كارل، أخي عمار خماش، لكن أيضا حاب أحكي عن فنان أردني يتقن الرسم بالألوان المائية بتقنية وحرفية عالية اسمه سلام كنعان. سلام كنعان وثق بطريقة كبيرة منطقتنا، وخاصة المدن في فلسطين والضفة الغربية وأيضا بالأردن، و يعني الألوان اللي استعملها في رقي كبير في التعامل فيها. تحياتنا لكل اللي بيشاهدونا، تحياتي لأخي زياد إيراني.
لأنه أيضا يشاركنا الآن في الرسم الحر في معظم الأحيان وبتابعنا، لكن زي ما أنتوا شايفين هنا هل هذا الووتر كولر بيبر كأنه نمش من الخلف، وهذا بعطي كمان كاركتر للرسمة تبعك. كل المخزون اللي عندك بالعمل المعماري زي ما حكيت، نحن لا نريد أن نكون رسامين فقط، حتى الرسامين الارت وورك يبهج الروح، يعطيك قوة في التحدث بلغة العمارة. وأيضا حتى وإحنا أطفال كان مجموعة منا نرسم، لكن في مجتمعاتنا كنا في بعض الأحيان نعاقب على الرسم، نعاقب على الاستماع للموسيقى. الفنون كانت مقصورة عنا في الخمسينات والستينات والسبعينات، لأنه كان اللي بيتجه للفنون ممكن يكون مش شاطر روح علمي، أي ما فيها علمي وفيها أدبي، فيها مهارات يجب أن تطور، لأنه كلما استطعت أن تحاور نفسك بلغة الموسيقى ولغة الفن ولغة الأدب ولغة الكتابة ولغة الشعر، كل الحضارات يقاس تقدمها بالفنون والأخلاق. ونحن الآن نتكلم عن الأخلاق، الأخلاق هي الآن المنهج الذي يجب أن نكثفه حتى نتجاوز أزمة الكورونا. سيكون في مستطاع الجميع أن نتجاوز هذه المحنة إذا تكاتفنا مع نفسنا. الروح خلاقة والنفس خلاقة والإنسان خلاق ومبدع. أيضا سأعود إلى المعماري والمصمم، المنزل هو زاويتك الأهم الآن. تحية لكم في هذا المساء، تحية للوطن، تحية للأردن والعاملين في الميدان، كوادرنا الطبية، أجهزتنا الأمنية، كل من يحاول أن يخدم ويقدم خدمة في المجتمع. خلينا ننتبه لحالنا ولعائلتنا وجيراننا وللوطن، نستطيع أن نتجاوز الأزمة. تحية للعالم العربي والإنسانية، تحية للعالم أجمع، ومبارك لإخواننا المسيحيين أعيادهم اللي الآن بتمر في ظرف صعب علينا. ستقرع أجراس الكنائس وستتحدث المآذن والمساجد بروح الإيمان والمحبة. مساكم الله بالطيب، مساكم الله بالخير.